المراية بكيت جواك سؤال تصرخ تقول أنا مين أنا مين أنا زي ما أنا ولا اتقسمت اتنين. خلق الله كل شيء ثم استوت المخلوقات كل في مكانه، وفي النص بالظبط يوجد عبد المنعم أبو الفتوح، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تفتح سفر يعالج المجاهدين الأفغان في بلاد ما وراء النهر، بس أصدقائه قرروا يقدموه بوصفه ليبرالي. كان واحد من المرشحين إنه يبقى مرشد للإخوان، بس الإخوان نفسهم بيقولوا عليه خاين ومش إخوان. رشح نفسه للرئاسة بشعار لونه برتقاني اللي بيرمز للتغيير والثورات، ومع ذلك الجهة الوحيدة اللي حسمت تصويتها لصالحه كانت التيار السلفي. هو الوحيد اللي نزل في مظاهرات ضد مرسي والإخوان، وبرضه كان أول واحد بينسحب لما أي حد يهتف يسقط يسقط حكم المرشد. لكن محدش هيستقيل من فكرته، مش هيستقيل من ناسه وأهله، يعني هستقيل من عصام العريان ومحمد بديع وخيرة الشاطر. لو جبنا برجل ورسمنا دايرة من النقطة اللي عبد المنعم أبو الفتوح واقف فيها، هتلاقي المسافة بينه وبين كل القوى الوطنية والأفكار واحدة بالظبط. مسافته من طالبان هي مسافته من حزب التجمع، هي مسافته من الداخلية والجيش ومكتب الإرشاد، وهي نفس المسافة بينه وبين منظمة الرفق بطائر البطريق. أبو الفتوح مواقفه طول الوقت في النص بالظبط، يساري بنزوع طلباني وطلباني بلسان وسطي جميل. أبو الفتوح بطعم ولون وريحة المية، والقلق وعدم الاستقرار في الهوية اللي عنده حاجة في دمه من زمان. عاوز تربيني على إيه؟ عاوز مني أبقى إيه يعني؟ أبقى شيوعي ولا مسلم ولا زنديق ولا عابد بقر ولا إيه؟ أنا مش فاهم. أنت صليط. أبو الفتوح مش محدد هو فين بالظبط. ممكن لو كان بقى رئيس والشعب نزل يعرضه في اعتصام كبير، يدي أوامره للداخلية يفض الاعتصام، وفي نفس الوقت يقود مظاهرة ضد غباوة الداخلية. تقريبا حد فهمه هو صغير ان هو الحيادي الاعظم والعاقل الاكبر والوسط الذي لا تضاهى وسطيته، وهو بيحاول يقنعنا بالكلام الفاضل اللي الشخص ده فهمه له. سألت نفسي كتير مرسيتش يوم على بر، انا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر. ابو الفتوح طبيب بشري بس بحنجرة وأسلوب وكلام واحد من مطاريد الجبل، إذا وعظ زعق وإذا ترفق شخط. إسلامي بنكهة ليبرالية وليبرالي بميول يسارية، محافظ بالمعنى الديني وليبرالي وأميل إلى اليسار. لو أبو الفتوح رئيس ممكن يفتح المجال الجوي لضرب سوريا، وفي نفس الوقت ينزل يتظاهر في التحرير ضد الإمبريالية الأمريكية. ممكن يقرر يضرب صاروخين على إسرائيل، ويبقى في نفس الوقت على رأس وفد طبي يروح يعالج المصابين في تل أبيب. أبو الفتوح مواليد 15 أكتوبر، يعني من مواليد برج الميزان، والكتاب بيقول يفتقر رجال مواليد هذا البرج إلى الخشونة المعهودة في أبناء جنسه. في ناس بتقول إن تتح المفروض يقعد جنب إخواته في طورة ويشرب كابي، بس واضح إنه محتاج يشرب بريل.